السلام عليكم أصدقاء أسوس شانيل ديجيتال. انا دابا كنتواجد الان عند واحد المحل ديال الصديق صاحبي، يلاه جات السلعه جديده. بغيت نوريكم هذا الميني سبيكر او باف اللي كيتسمى الموديل ديالو بي 0 بي 16، اللي كتقدر تكونيكتيه معايا على البلوتوث الا بغيتي تصنت الموسيقى بصوت عالي. كيف ما كتشاهدوا امامي دابا العلبة صغيرة، غنفتحوها أمامكم. كتكون من واحد الباف اللي هو على شكل دائري وصغير، زائد كلي يو اس بي باش كتقدر تشارجي. والجميل في الأمر هو أنه عنده واحد عنده لاكارت ميموار، تقدر تستعملو بلاكارت ميموار أو كلي يو اس بي. وعندو اون بوطون باش اون اوف باش تقدر تطفي ولا تشعل. المدة اللي كتقدر تستعمل في هذا الباف كيقدر يوصل لك حتى لـ4 سوايع. كل هذا كله ما عندي الان في فيديو قادم ان شاء الله.